السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح برنامج جد رائع للرسم وتجريب دوائر الكهربائية. إذن هذا البرنامج سبق لي وأن شرحته من قبل في القناة، بصح كاين بزاف الإخوان لمازال ما يعرفوش يستعملوا هذا البرنامج، فبالتالي طلبوا لي هذا الحلقة وأيضا طريقة تحميل هذا البرنامج. إذن كالعادة رابط تحميل هذا البرنامج تلقوها أسفل الفيديو، كي تضغطوا عليه هذا الرابط تخرج لكم هذه التدوينة أو هذه الصفحة، ثم بعد ذلك تهبطوا كاع لتحت، ثم بعد ذلك تضغطوا اضغط هنا لتحميل، ثم تشوفوا لهنا هذا العداد حتى وين يخلص يعطيكم الرابط. إذا استناو بعض الثواني فقط. إذا ثم بعد ذلك يحولنا هذا الى صفحة التحميل كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. اذا نضغطوا على هذا البوطون باللون الازرق كما راكم تلاحظوا، اذا يعني يبدا التحميل، يعني حاجة سهلة بزاف بزاف. اذا انا حملت هذا البرنامج من قبل، فبالتالي اذا كما راكم تلاحظوا لهنا يعني تحملوه في لحظه، في ثواني معدوده فقط، في 3 أو 4 ثواني تحملوا هذا البرنامج. اذا كي تحملوه يخرج لكم الفيشي وين ارار كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، ثم بعد ذلك نضغطوا على الزر الايسر في لاسوري تاعكم، ثم بعد ذلك تضغطوا على اكسترير اي سي او اكستراكت هاير اذا تستعملوا اللغه الانجليزيه. اذا نضغطوا عليه كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، إذا خرجنا هذا الدوسي أو هذا الملف كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا نرفدوا هذا الملف إلى هذا المكان، ثم بعد ذلك نضغطوا ونفتحوا هذا الملف كما راكم تلاحظوا، ويخرج لنا هذا الملف الآخر. إذا كما راكم تلاحظوا هذا البرنامج ما يحتاجش منكم تثبيت أو حاجة واحدة أخرى. إذا كي يخرج لكم هذه الواجهة، ثم بعد ذلك نفتحوا لهنا باش ناخذوا كلمة السر بهذا الشكل كوبي. إذا نذكر فقط للإخوان هذا البرنامج تستعملوه فقط في الحاسوب. إذا ثم بعد ذلك نضغطوا على هذه الأيقونة أبليكاسيو وين مكتوب أبليكاسيو كما راكم تلاحظوا. إذا ها طريقة سهلة بزاف بزاف. إذا كي يفتح البرنامج المرة الأولى يخرج لكم بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نلصقوا كلمة السر نضغطوا على أوكي. إذا الآن فتح البرنامج جاهز باش نستعملوه. إذا نشرحوا بعض الأشياء اللي تحتاجوها في هذا البرنامج رغم انني شرحته من قبل. اذا لهنا نلقاو الاجهزه اللي او العناصر الكهربائيه اللي نستعملهم. اذا هذا الاولاني سي لاليمونطاسيو او مصدر كهرباء، اذا نضغط عليه بهذا الشكل، ثم بعد ذلك يخرجوا لي اذا نحتاج فقط الحيادي نضغط على الحيادي، اذا نحتاج للناتر نضغط على الناتر، اذا نحتاج لاميزالاتير الى غير ذلك. كما راكم تلاحظوا كاع هذو العناصر يعني تعني مصدر كهرباء. ثم بعد ذلك لهنا عندنا دي بورت افيزيبل، اذا الى غير ذلك، هادو دي كونتاكت. اذا كل ما نضغط على واحد لهنا تخرجنا الليستة او يخرجنا يعني مجموعه من عناصر الكهربائيه اللي نستعملوهم. مثلا نضغط على المحرك يخرجوا لي محركات بزاف بزاف، يعني تريفازي يعني الى غير ذلك. اذا مثلا نحاولوا يعني نشوفوا طريقه الاستعمال. اذا لهنا باش نديروا المحاكاه، يعني كي نخلصوا في اذا نعملوا خير يعني دار صغيره باش تفهموا طريقه الاستعمال. اذا اول شيء نضغط لهنا باش نكبر يعني مكان العمل لهنا زائد في مكان زائد لهنا. اذا ضغطنا على النقص تولي كما كانت. اذا نكبروا شويه باش نبداو العمل. اذا اول شيء مثلا نحتاجو مصدر الكهرباء فاز والناتر او التطور الحيادي كما راكم تلاحظوا لهنا. اذا نضغط لهنا فقط يعني على الو الان كما راكم تلاحظوا، مثلا حبيت ندير في هذا المكان الفاز والناتر كما راكم تلاحظوا راهم دار فاز والناتر. اذا نضغط في هذا المكان في هذا السهم في الجهه اليسرى باش يعني نروح نجيب يعني عناصر واحد اخرين.
إذا الآن جبت فاز ولنات المصدر الكهربائي، مثلا الآن نجيبو بوبينات تاع الكونتاكتور كما راكم تلاحظوا ضغط لهنا برك عطالي، مثلا إذا احتجت التومبوريزاتور أو مصباح أو الجرس إلى غير ذلك، أنا نجيب فقط بوبينات تاع الكونتاكتور إلى هذا المكان كما راكم تلاحظوا. إذا نزيد نجيب الكونتاكت أو التماسات أو مفاتيح الضغط، يعني باش مثلا نجيب واحد للإيقاف، نديروا الدارة صغيرة فقط باش تفهموا مليح طريقة الاستعمال كما راكم تلاحظوا. نديروا مثلا إقلاع المباشر باش تشوفوا برك طريقة استعمال هذا البرنامج. إذا نزيدوا نجيبوا لو كونتاكت دو مانتيان، إذا هذو هما لي كونتاكت دو مانتيان كما راكم تلاحظوا، نجيب واحد مفتوح في حالته العادية كما راكم تلاحظوا. إذا الآن باش نوصل جميع هذه العناصر مع بعض، إذا ما عليا غير نضغط على هذا المكان يعطيني كامل الأسلاك باش نوصل هذا البرنامج. إذا طريقة التوصيل سهلة بزاف بزاف، إذا كما راكم تلاحظوا كي نتحرك بلاسوري تاعي إذا تشوفوا نقطة يعني تمشي معاه، إذا لازم هذه النقطة تخليوها في مكان اللي حبيتو يعني ديروا التوصيل مع عنصر، إذا بهذا الشكل. إذا هذه هي طريقة التوصيل. إذا الآن نوصلوا هذا الكونتاكتور مع هذا، إذا هذه هي طريقة التوصيل. الآن نجيبوا الناتر أو الحيادي كما راكم تلاحظوا، أو نكبر هكذا باش نزيد مثلا نجيب مصباح واحد آخر إلى هذا المكان، نزيدو نجيبو لو كونتاكت دو مانتيان بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. إذا الآن نزيد نوصل هذا المصباح الآن كما راكم تلاحظوا. إذا الآن نجيبو هذا النتر باش نوصلو معه هذا المصباح، المصباح مع بوبينة تاع الكونتاكتور بهذا الشكل. إذا الآن هادو ما يمشيش مع الكونتاكتور، يعني هذا الكونتاكت دو مانتيان لازم نعطي لهم كـ أم أن. أول شيء معليش لازم نسميو برك هذا الكونتاكتور أول شيء كـ أم أن واحد، ثم بعد ذلك نضغط على اوكي، نضغط مرتين على الكونتاكت اذا حبينا يعني نبدلوا هذا الارقام ولا يعني نبدلوا الاسم لهذا الكونتاكت، ولا تضغطوا برك مرتين يعني يعطيكم لاكسي باش تقدروا تبدلوا ولا تغيروا في هذا لي كومبوزون بهذا الشكل ك ام واحد. إذا لهنا نسميو اس اثنين مثلا، اس اثنين لهنا نسميو له اس واحد، اس واحد لهنا نخليوها اش. إذا الآن نشوفوا نجربوا الدارة تاعنا هل تمشي ولا ما تمشي. إذا أول شيء كما قلت لكم نضغطوا على هذا المستطيل باللون الأخضر، نضغط عليه، ثم بعد ذلك نضغطوا على الاس 2 او على لو بوتون بوسوار مارش باش نشوفوا هل تمشي الدارة تاعنا ولا لا. اذا كما راكم تلاحظوا اذا الان بدلت هذا البوبينا اللون تاعها، وهذا المصباح نلاحظوا ولا باللون الاخضر يعني اشتعل. اذا الان نضغطوا على الاس 1 نشوفوا، اذا اسمحوا لي برك الحاسوب الخاص بي يعني عيان شويه، فبالتالي ما يستجبش يعني ديريكتومون للاوامر. اذا نعاود نضغطوا لهنا كما راكم تلاحظوا، اذا عندي مشكل، اذا كما راكم تلاحظوا الان اشتعلت، نضغطوا لهنا ايضا فوالا اذ انطفأت. اذا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال اكتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.